اعتبار جميع القتلى رحمهم الله من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء مشمولين بقانون ضحايا الإرهاب في العمليات العسكرية، 10 معالجة الجرحى من المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية على نفقة الدولة، 11 تعويض المتضررين من أصحاب الأملاك المنقولة وغير المنقولة من الذين تضرروا نتيجة التظاهرات وكذلك منتسبي القوى الأمنية والمتظاهرين المصابين، 12 استقطاع نسبة مئوية محددة من رواتب الدرجات الخاصة والدرجات العليا مدير عام فما فوق، يضاف إليها مبلغ من الاحتياط النقدي لتخصيص راتب شهري لكل عاطل عن العمل اعتبارا من الشهر الجاري لحين إيجاد فرص عمل لهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمشاريع الاستثمارية، إقرار مجلس النواب بمنح رئيس الوزراء الصلاحية الكاملة مع الأحزاب السياسية لإجراء تعديل وزاري، واعتبارا من هذا الأسبوع وبعيدا عن تدخل الأحزاب والقوى السياسية، 14 تشكيل لجان تنفيذية من الحكماء تملك صلاحيات رئيس الوزراء وترسل للمحافظات للتفاوض والتفاهم مع المتظاهرين.